في هذا الفيديو غادي نشوف واحد السعودي اللي جا للجزائر وانبهر من جمال الجزائر وطيبة الشعب الجزائري، وقال لك واش فعلا هاد الدولة كاينة في افريقيا. تفرجوا في الفيديو حتى النهاية. هذه واش تسوي لك في الجزائر؟ هذه 20,000 جزائري، يعني قرابة 400 سعودي. هذه تقدر تستأجر فيها سيارة تيغوان لمدة يوم كامل، سيارة ألمانية مرتبة ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه خلفية السيارة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه السيارة من الداخل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. بعدين السيارة حتى لو أنت طويل ما شاء الله تناسبك. شوف أنت كم طولك ما شاء الله؟ 177. اللي عجبني في السيارة أنها ديزل وما شاء الله ما تصرف، عبيناها فل تقريبا بألف جزائري، يعني ألف شوية، يعني تقريبا حدود 22 سعودي. هذه بيوت الأمازيغ موقع، يعني لسه كذا ما زالوا عايشين العيشة القديمة، العيشة التاريخية. أنا أتوقع حق اللبن والحليب. هذا هنا مكان النوم، ها؟ مكان النوم. والمل تما. هنا الأغنام. الأغنام من هنا. ما شاء الله. ما شاء الله، هذا حق مندي هذا. مندي. بسم الله عليك. هنا يحفظ القمح. إيه. قمح. الحمي، هاي قمح. هذا القمح اللي بيستخدموه في الكسكسي. ايه كسكسي. كسرة. ما عندكم ثلاجة ابدا يا خالة؟ ايه ماكاش. ماكاش ثلاجة؟ ماكاش ثلاجة. كله بيحفظ بالطبيعة. ماكاش ثلاجة، ماكاش ماكلين. هذا اللي تخدم هنا. ماكاش هذه اللي تعمل هيك. هي تخدم الثلاجة الطبيعي. هذه ثلاجة طبيعية. هذه حق العريس. هذه بتاع النقود بتاع العروس. هذه بتاع النقود ما نفتحها، هذه ممنوعه. هذا حلاله حلو، وهذا بغرير. هذا بغرير، هذا حلاكم. بغرير جزائري. نبغاك تذوب وتعطينا التقييم، حلاله ولا حلاكم؟ كيف؟ حلو لذيذه؟ الله يجعله بالعافيه. هيا ذوق حلاكم. ولا انت ذقته؟ عجبتني الفكره، راح ارجع اسويها هذه. بالله ايش رايك فيها؟ ذوقها بالله، ذوقها يا عماد يا محمد، ذوقها. طبعا هذه لانه فيها عسل فصارت يعني مرسى، فالمرسى احنا ما ناكلها بالملعقه، احنا ناكلها كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. ايوه بسم الله، روح. بسم الله. ايوه ابو العز. حيا الله. كثر خيرك ابو عزه. انا عافيه. اللي قلت لي المرسى ما ناسبت المرسى. المرسى يعني حلب تبعها طبيعي، احبنا الحلب طبيعي، تحب السكريات، تحب الشوكولاته، زيك شوف شوف حب تكسر جسمك. شوف 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 كله سكر. شوف هذا حلا، هذا الصحي، هذا الحلا. تعرف تسوي؟ جيب له علبه نوتيلا، طلوا فيها سكر، طلوا فيها اي شيء، اي شيء سكريات. شوف يا اسامه، شوف الله يجعله. عبد العزيز ما يرى والله، انا احب الحلا بس مو زيك. الحلا بعقل يعني، هذا ينأكل بعد الغداء مع شاهي مع قهوة خفيف خفيف كذا، يعني زي هذا أنا وأسامة ناكله مع بعض. ومعنا واحد ثالث. هذا حقي. هذا بالنسبة له سناك، يعني هذا مو محل. ترى والله لو أمس صورت الناس البيتزا حقه كانوا من جد عرفوا. ما شاء الله بيتزا. أنا كنت أكل الكلاب. تأكل إيه؟ كلاب؟ لكلاب لكلاب لكلاب. أفكر كلاب. أسرع تحدي في الجزائر على مليون جزائري. التحدي عبد العزيز يجيب كلمة سعودية وهنا الشباب يقولوا معناها، والشباب يجيبوا كلمة جزائرية وعبد العزيز يقول معناها. عندكم 5 ثواني. عبد العزيز جيب الكلمة الأولى. دغري. دغري بعدين. دغري. لا. بعدين. أمشي معايا دغري. الحين. لا. دغري. أمشي معايا دغري. دغري. لا. لا. 4 5 راحت عليكم. جيبوا كلمة جزائرية. دي طنوبيل شابة. طنوبيل. 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 شابة. لا. شنو هي بصح؟ طنوبيل. طنوبيل. حط لي هالجملة. طنوبيل شنو؟ 5. دقيقة تحطها جملة. جملة. عندي طنوبيل شابة. عندي بنت شابة. لا. لا. طنوبيل. عندي سيارة جديدة. لا لا لا. كفو. والله كفو. والله كفو. 1-0. جيب الكلمة الثانية. سري. سري. يلا يا ولد سري. مشى مشى. لا. روح.
سري يلا يا ولد سري يلا يا ولد سري يا ولد يا ولد كيف يلا يا ولد سري يلا يا ولد سري روح لا ايوه يعني روح روح صح جابها صح الان واحد جيبوا كلمه جزائريه روح نافيقي روح نافيقي روح مافيقي نافيقي 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 يا روح نافيقي غصبا عنك لا روح سيدة روح قدام اثنين روح قدام ثلاثة صح روح نافيقي يعني انقلع لا أربعة يعني أتخارج أربعة خمسة خلاص إيش معناها؟ معناها روح دور الآن يا شباب باقي جولة واحدة كلمة دحلسة دحلسة طلهم هي في جولة دحلس معايا لا تمسخر معايا ما تمسخرش معايا لا لا تتلعب لا أنا أربعة لا تتمسخر خمسة ها بسرعة لا تتمسخر لا لا تتمصلح معايا لا تتمصلح يلا محمد جيب الكلمة الجزائرية روح تمشي بالفيلو تمشي بالفيلو روح تمشي بالحصان لا روح تمشي بالفيلو روح تمشي بالفيلا قرب تمشي بالحمار لا بالفيلو بالبقرة بالسيارة بالفيلو بالدباب بالفيلو بالعربية بالسكريتة هلا مبروك هل مبروك هذه مليون جزائري ترى العشاء عليه انا في الجزائر ويبغوا يسووا معايا لقاء في التلفزيون ايش الفريق الجزائري اللي انا اشجعه انا اشجع ايش وانت تبغى انا اشجع اتحاد العاصمه تبغى انا اشجع ايش ها خلينا نشوفوا كل الاخوان الاخوين من السعوديه اهلا وسهلا بكم في الجزائر اولا وايش تقدر تقولنا كيفاش لقيت الجزائر الجزائر جميله جدا وجميله بشعبها الطيب مثلكم شرواه اليوم رانا يومين او ثلاث ايام قبل الديربي بين مولوديه الجزائر واتحاد العاصمه راك سامع بالديربي بين فريق اتحاد العاصمه ومولوديه الجزائر واش قالوا لك الشعب الجزائري والله لانه انا بشجع الاتحاد السعودي فطبيعي بشجع الاتحاد الجزائري او اتحاد العاصمه فانا مع الاتحاد انت اتحاد يلعب واحنا لك سند ايوه كل الديار باذن الله اتحاد العاصمه يمشي يفوز الاتحاد ان شاء الله الاتحاد في كل مكان مصيد اذا كان في السعوديه ولا كان في الجزائر ولا اي اسم الاتحاد هو اللي ياخذ البطوله باذن الواحد الاحد اتحاد العاب واحنا لك سند اتحاد العاب واحنا لك سند اتحاد العاب واحنا لك سند اوريك الفطور الجزائري هذا الفطور الجزائري أغلبية أهل الجزائر بيفطر حلا قلت لي طبعا بسبب الاستعمار الفرنسي لات الفطور أغلبها لازم تبيع لك كل أنواع الحلا لأنه الشعب أغلبه بيفطر الحلا لكن أنا وأبو عزة أخذنا البراك الجزائري طبعا هذه أكلة يحبوا يأكلوها في رمضان بالله إيش رأيك فيها طبعا البراك عبارة عن بطاطس مع لحم مفروم وبيقلوها صح كذا يحطوها بالزيت يقلوهم ممتاز المهم تلهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو لا عجبك الفيديو خلي لايك قول الاراء ديالك في الكومنتير تهلاو